قم بتعيين الزوج المرتب 6 مع سالب 8 على النظام الإحداثي. هذا هو النظام الإحداثي هنا. هذا المحور الأفقي محور X، والمحور العمودي يقع هنا محور Y. المعروف أنه عند الحصول على زوج مرتب كهذا هو أن الإحداثي الأول يكون إحداثي X والإحداثي الثاني يكون إحداثي Y، وتم إعطاؤنا إحداثي X وهو 6، ما يعني أننا نقوم بعد 6 وحدات على محور X. دعونا نعد إذن: 1، ثم لدينا 2 هنا، ثم 3، ثم 4، ثم 5، ومن ثم ننتقل إلى 6 على محور X. نبدأ من نقطة الأصل، أي من 0 و0، ثم ننتقل إلى 6 إلى اليمين، هذا الجزء الموجود هنا. الآن إحداثي Y هو سالب 8، هذا يعني أننا سننتقل للأسفل بمقدار 8 في الاتجاه العمودي. سأتحرك بمقدار 2، هذه سالب 2، سالب 4، سالب 6، سالب 8. تحركنا إلى اليمين بمقدار 6 وإلى الأسفل بمقدار 8. تحركنا إلى اليمين بمقدار 6 ثم للأسفل بمقدار 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ونحن هنا الآن. إذن هذه هي النقطة 6 مع سالب 8، يمكنك الانتقال إليها بهذه الطريقة أيضا. نتحرك بمقدار 6 هنا، سنكون على طول هذا الخط، ثم نتحرك وإحداثي Y وهو سالب 8، وسنقول أننا سنكون على طول هذا الخط. مكان التقاطع هو هذا الإحداثي، وأحب أن أفكر به بطريقة التحرك بمقدار 6 إلى اليمين على طول محور X، ثم نتحرك على طول محور Y للأسفل بمقدار 8.